أما هذه الشركة عندها أجهزة أو روبوتات لتنظيف المسابح. هذا الجهاز متخصص لتنظيف قاع المسبح من الأسفل وكذلك الجدران، قادر إنه ينظف 200 متر مربع خلال فترة شحنة. طبعا هو يشحن ويعطيك 5 ساعات عمل. ولاحظوا فيه مثل الربلات أو البروش هذا اللي ينظف المسبح جدرانه وكذلك القاع. عندهم جهاز آخر يعمل على الطاقة الشمسية، هذا السولر من فوق يشحن نفسه بنفسه. هذا الجهاز قادر إنه ينظف فقط المسبح من الأعلى، لو في أي أوراق أشجار أو وسخ فوق ينظف يكرف مثل سكيمر ينظف المسبح من فوق. اسم الشركة واي بوت، وعندهم أكثر من جهاز لأكثر من قدرة، يعني خلينا نقول بطاريات مختلفة وأسعار مختلفة. الجهاز اللي هناك بالمسبح قالوا سعره تقريبا، سألتهم قريب 330 دينار كويتي تقريبا. لاحظوا هذا لما خلص راح لمحطة الشحن، طبعا شلون محطة شحنة تكون بهذا الشكل وكذلك تعمل على الطاقة الشمسية، ممكن تكون بالحديقة الطاقة الشمسية هني، وهو يروح لما ينظف المسبح ويخلص ويروح يصفط بهذا المصفط ويشحن نفسه بنفسه.